السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ اليوم أنا راح أعمل الفيديو بخصوص الماكينة هذه كانن MF8080CW، وأشير لك الطريقة كيف تعمل مساحة الضوئية المستندات بدون ما أشبك ماكينة مع الكمبيوتر. يعني لو عندك في أي ذاكرة فلاش اسمها فلاش ميموري أو بين درايف، بدون ما تشبك ماكينة مع كمبيوتر، في هنا قدام في مدخل، حط هنا في المدخل هذه شبك الفلاش كأنه شبكت، ماشي؟ الحين هنا عمل ماسح ذوي المستندات مثلا بصيغة PDF أو بصيغة صورة مباشرة إلى الفلاش هذه بدون ما أشبك ماكينة مع كمبيوتر، زين؟ يقدر يستخدم سكانر يا من هنا تحت، اوكي، يا من هنا دوكيمنت فيدر. الحين عندنا موجود هذه اوتوماتيك دوكيمنت فيدر، دخلت هنا ورقه، هنا ندخل ورقه اوتوماتيك دوكيمنت. مثلا عندك 5 اوراق، انت تبغى ملف واحد PDF، تحط هنا 5 اوراق مع بعض، تيجي هنا في الاعدادات اسمها سكان، زر حق سكان تضغط عليه، اطلع القائمه مكتوبه لي كمبيوتر، مكتوبه لي ريموت سكانر، مكتوبه لي ميموري ميديا. هذا ميموري ميديا اللي خيار اخير، هذه هو اللي ذاكره اللي شبكتها قدام الطابعه. حدد من هنا ميموري ميديا، تضغط اوكي، تطلع قائمه تاني، هنا يجي خيارات تانيه، سكان سايز يعني هضم الماسه، A4 يعني طبعا ورقه A4، هنا دخلت فايل فورمات PDF. من هنا تقدر تغيرها، تبغى صيغه PDF او تبغى صيغه صوره، هذا JPG صوره وPDF مستند، تمام؟ مثلا تحدد PDF 3 4 صفحات اللي كان انت تدخل كلها بيجي بالملف واحد PDF، لو تحدد JPG تيجي 5 6 ملفات حسب الصفحات اللي انت تدخلها فوق، انت اوتوماتيك دوكيمنت فيدر، تمام؟ خلي PDF، وانا ابغى PDF الحين. خيارات التحت هذا الدنسري يعني الجودة حقها كيف، خلي افتراضي هو زائد ناقص 0، اوريجينال بورتريت يعني هذا مستند بورتريت اسمه، خلي كذا بس ما اسوي شيء الا تضغط الزر هذه عشان ابدا المسح، تضغط عليه. شوف الحين انا دخلت صفحة واحد، لو عندي 5 6 صفحات هو اخش مع بعض كله ورا بعض، هذا الحين خلاص تمت. هنا مكتوب سكانينج، جاري المسح، خلاص جاء رسالة هنا ستورت بالملف اسمه سكان 00، خلاص تمت المسح. هذا الفلاش الحين تشبكها من اي جهاز تلقى ملف اللي هنا عملت ماسح في الفلاش هذه. هذا الطريقة هذه يا اخوان مرة سهل جدا، لو عندكم اي سؤال موجود تسألني في الكومنتس، انا اعطي جواب ان شاء الله. شكرا، مع السلامة.